نلاقى فاطمه والبرقوق برقوقتي. حاس معاهم مسكينه وباهم سوا ضحى معاهم زعما الصراحه هي هذه باش وصلوا لهاد المرسابه الصراحه هي هذه وفرحتي بهم قد الدنيا. شعور لا يساوي بثمن ولا يساوي ما نقدرش نقول لك شعوري بالنسبه للفاطمه الزهراء. انا ما هي ولا البنات ولا الدراري كامل تعتبرها بحال بنتي يعني جات عندي تقريبا اش نقول لك من 4 سنوات وكنقولها وكنفتخر بها. النهار اللي جاب الاب وام ديالها قلت لهم هذه تنعتبرها بنتي. ديما 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 معايا ديما مع بابا كنعتبرو بحال بابا. البابا هذا ماشي الاستاذ ديالي كبرني من الصغر. رغم ان في الاول كما قلت لك في الاول حنا بالنسبه لوليداتي ندخلهم كهوايه وصافي ولكن منين الناس مشكورين عارفينهم بان راه عندهم الامكانيات باش يوصلوا لواحد النوفو يستاهلوا اكثر ودايرين فيهم الثقه. الاستاذ فاطمه الزهراء كاراتيكا ومبغ ديال ليكيب ناسيونال كنلعب كوميتي وزن اقل من 61 كيلوغرام حاصله على ليسونس في اونطريمون سبورتيف لانستيتو مولاي رشيد. انا كنشوف اختي كي كتقاتل دونك نقدر نقول لك اختي هي اللي انسبيري يعني وكذا. اختي زعما بعد كنشوفها كيفاش عندها ديك الحرقه ديال الكاراتيه دونك هي اللي كنعتبرها الانسبيراسيون ديالي. وهذا افتخار كبير باش تشوف بنتك ولا ولدك يعني كتمثل المغرب وهز العالم المغربي. هذاك الوقت اللي توفات الام تاعها البنت بحال تشوكات بصراحه ما بقيناش عارفين اش غنديروا. كانت بارفوا كتجي لها الدروج وتجلس كنكون تريم كتطلع وتجلس كتبقى تبكي والحمد لله بقينا تفاديناها بشويه عاوناها وعاونتنا حتى هي ومشينا وكملنا الطريق. كل شيء ضرب بها من الاب من ايمان من انا من جميع الاخوان اللي في الاصال كل شيء كيساندوها حتى من الكاتبات. فاطمه اللي كتميزها هي عندها طاقه تبارك الله لو استغلها ما كاينش بحالها. هذه هي الميزه ديالها. اي واحد يعني كيشوف بنته يعني او ولده كيولي بطل المغرب ويمثل المغرب احسن تمثيل يعني ما عنده غير الا انه خصو يفرح ويفتخر يعني بهذا هادشي اللي وصلت ليه فاطمه الزهراء. كنشكر الجامعه الملكيه المغربيه والكاراتي وعلى راسهم السيد محمد القتابيل على المجهودات اللي داير بالنسبه للتتبع ديال الدراري لو في جميع المراحل ولا في السونتر ولا في الدراسه ديالهم ولا حتى جميع مكونات الجامعه الملكيه المغربيه.